أعزائي الطلبة والطالبات، معكم مستر أحمد فوزي، والنهاردة معادنا مع تشابتر 10 من النوفل بتاعتنا A Tale of Two Cities. بيتكلم على ساوند ميديكال ادفايس. تشابتر 10 بيتكلم على ساوند ميديكال ادفايس. نشوف مع بعضين كده السامري. دكتور مانيت ريلابسس At Lucy's wedding, طبعا في حفل الزفاف بتاع لوسيز، دكتور مانيت فيس وجهه طبعا appeared happy، كان طبعا فرحان جدا. Although his face was covered with deadly fear، بالرغم ان طبعا ايه وشه كان مغطى بايه بالحزن المميت يعني او الخوف المميت. When he met Charles earlier that morning، لما قابل طبعا مين Charles مبكرا فين في الصباح. After Charles and Lucy had left for their honeymoon، طبعا بعد ما ايه غادروا لشهر العسل بتاعهم، مستر لوري saw that some fear returned to the doctor's face. طبعا مستر لوري طبعا لاحظ على مستر الدكتور طبعا ان ايه رجع له تاني ايه الخوف طبعا، وده كان باين على وشه جدا. Shortly after the doctor went to his room، بعد ما الدكتور راح طبعا الحجرة بتاعته to rest عشان ياخد ايه راحة او يرتاح، Miss Pross heard a low sound، طبعا سمع الصوت ايه خافت كده او واطي of hammering. She rushed into the doctor's room، جريت طبعا على حجرة الدكتور. Then came out crying، وطلعت بتبكي to Mr. Lorry، لميل مستر لوري. All is lost. He doesn't know who I am. بتقوله طبعا ان كله خلاص فقد، وان هو ما يعرفش مين انا. And he's gone back to making shoes. ورجع تاني لصناعة الأحذية. For 9 days، لمدة طبعا 9 أيام، the doctor was again a shoemaker. كان صانع برضو أحذية لمدة 9 أيام. And for the first time in his life، ولأول مرة في حياته، Jarvis Lorry took time off from Tilson's bank to help Miss Pross bring the doctor's mind back. هياخد طبعا أجازة من البنك علشان يرجع الدكتور لإيه عقله مرة تانية. On the 10th day، في اليوم العاشر، however، Mr. Lorry found the shoemaker's bench put aside. وجد طبعا مستر لوري البنش بتاع ايه صناعة الأحذية موضوع بجانب ايه الدكتور. and the doctor in his reading chair، والدكتور قاعد على الكرسي بتاعه بتاع القراية. مستر لوري discusses the doctor's case with him، مستر لوري طبعا هنا بيناقش معاه المشكلة بتاعته. مستر لوري pretended he needed medical advice، تظاهر ان هو محتاج طبعا نصيحة طبية. for a friend، لصديق. of his دي طبعا، but in fact، لكن في الواقع والحقيقة، he was talking about the doctor's case، لكن هو فعلا كان بيتكلم عن مشكلة الدكتور. Mr. Lorry was trying to awaken his friend's mind، كان بيحاول ان هو ايه يوقظ عقله. and let him know، ويسمح له ان ايه طبعا يعرف about his problem، عن مشكلته. After Mr. Lorry had explained the case of his assumed friend، بعد طبعا دكتور لوري ما شرح المشكلة بتاع صديقه، دكتور مانيت said، دكتور مانيت قال له I believe something caused your friend to remember the circumstances، قال له طبعا انا عارف، انا بؤمن ان في شيء سبب لصديقك ان هو يتذكر الظروف دي. that led to the first instance، اللي هي قادته لايه اللي يحصل كده يعني of this strange behavior، للسلوك الغريب ده. مستر لوري اسك الدكتور مانيت، طبعا طلب من دكتور مانيت if they should take away the tools of that friend، ان هم لو ياخدوا هذه الادوات بتاع صديقه، so that he might not relapse again.
وطبعا ان هي ما تحصلوش ايه الانتكاسة ايه دي مرة اخرى، مرة ايه اخرى. وطبعا عنده دكتور مانيت اجريد، طبعا دكتور مانيت وافق. وان دكتور مانيت was finally strong enough to go out، لما كان طبعا اخيرا بقى قوي كفاية عشان يخرج، مستر لوري اند ميس بروس، مستر لوري وميس بروس went into his room، دخلوا حجرته. and destroyed the shoemaker's tools، ودمروا كل الادوات بتاع صناعة الاحذية. لوسي اند درني كام باك، هترجع طبعا لوسي ودرني. the first person who came to visit Lucy and Darnay after they had come back was Sidney Carton، اول شخص طبعا راح عشان يزورهم بعد العودة هو كان سيدني كارتون. he wanted to be a friend، وكان عايز يكون صديق of the family، صديق العيلة. and have the permission، ويكون عنده اذن او تصريح to visit them often، انه يزورهم بعد كده. لوسي اند دورني اجريد تو اكسبت هيم از ا فريند، وافقوا طبعا ان هم ياخدوه كصديق. لوسي طبعا ايه بيدت هيز كونديشن، طبعا اشفقت على الظروف بتاعه عند سيد. هيز هارت از بليدنج اند وي ماست بي كايند تو هيم، يعني قلبه بينزف واحنا لازم نكون عاطفيين عليه. هي از كيبل اوف جنتل سينجس، هو بيكون قادر على الأشياء لطيفة. good things even great things. after some year، بعد طبعا سنة، Lucy gave birth to a little girl، طبعا ايه جالها بنت صغيرة. Sydney visited the family، وسيدني زار العيلة. often and brought little Lucy gifts and played with her for hours، وجاب لها طبعا بعض الهدايا ولعب معاها ايه لمدة ساعات. during these visits، وخلال هذه الزيارات، كارتون never smelled from wine، خلال طبعا الزيارات دي كارتون عمره ما شم ريحة ايه الواين اللي هو ايه اللي هو اللي كان بيشربه يعني. on one of the hot nights، في ليلة طبعا من الليالي الساخنة of July 1789، ليدي لوسيس was 6 years old، طبعا لوسي الصغيرة كان عندها 6 سنوات. and مستر لوري came with the news، ومستر لوري جه ومعاه أخبار. that the revolution، إن الثورة had broken out in France، اندلعت فين؟ في فرنسا. نشوف مع بعضنا كده ال questions وال answers، الأسئلة طبعا اللي على chapter. number one بيقول له why did Mr. Lorry take a time of the pang for the first time in his life and what does this show about his character. طبعا هنا السؤال بيقول لك ليه مستر لوري خد اجازة من البنك لأول مرة في حياته، ده بيوضح ايه بالنسبة لشخصيته. طبعا هنا مستر لوري took some time of the bank for the first time in his life، الإجابة هنا هنقول ايه من أول to help، yes to help Miss Pross، عشان يساعد Miss Pross to bring the doctor back to his mind، عشان يرجع الدكتور لإيه لعقله. وطبعا ده هنا this shows that he is devoted friend، وده بيوضح إن هو شخص بيكرس حياته إيه لأصدقائه. question number two why did Dr. Manit relapse، ليه طبعا دكتور مانيت هتحصل له او حصلت له انتكاسة. and become a shoemaker once more، واصبح تاني او عاد الى صناعة الاحذية. give two reasons، ادي سببين. السبب الاول طبعا it was a shock، كانت صدمة for him، ان هو طبعا knows that Charles Denis was the son of the Marquis Saint Evremont، ان هو عرف ان طبعا مين دارني او تشارلز دارني، ان هو ابن مين عائلة ماركس سانت ايفرمونت. and it was a shock for him، وكان الصدمة بالنسبة له to be departed from Lucy once more، ان هو طبعا ايه ينفصل او ان لوسي ايه تسيبه لما اتجوزت يعني. question number 3 بيقول what did Mr. Lorry pretend why، طب تظاهر بايه وليه. he pretended he needed some medical advice، هو طبعا تظاهر ان هو محتاج
نصيحة طبية for a friend of his لصديق لي. He did so to awaken the doctor's mind. وهو عمل الكلام ده عشان طبعا يوقظ عقل الدكتور أو يفوقه and let him know ويسمح له about his problem إن يعرف إيه مشاكله. What was Dr. Manit's opinion about the case of Mr. Lord's friend؟ يعني رأيه كان إيه في المشكلة بتاعت صديق مستر لوري؟ He believed that he relapses. هو طبعا كان بيؤمن إن الانتكاسات ديت حصلت له when he remembers his first suffering لما هو بيتذكر معاناته الأولى and the reasons والأسباب that led to that suffering اللي هي بتسبب المعاناة دي. في question number 5 for his sake and the sake of his daughter من أجل مصلحته طبعا ومصلحة بنته I beg you help أتوسل عليك أن تساعده. comment مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده مستر لوري تو دكتور مانيت. مستر لوري تو دكتور مانيت. he pretended he needed some advice هو تظاهر انه محتاج نصيحة طبية for a friend of his لصديق ليه but in fact he was discussing the doctor's case لكن هو في الحقيقة كان بيناقش مين مشكلة الدكتور in order to help him في لكي طبعا ان هو يساعده او يفهمه يفهم مشاكله when he is out of his mind لما طبعا ايه عقله رجع له تاني بتاع ايه ان هو يرجع لصناعة الأحذية. his daughter or even someone else might have said or done something to make him remember events that happened before his first period of suffering comment. الكومنت ده طبعا بيتكلم على بيقول لك ان بنته او اي حد تاني might have said اكيد قال حاجة او عمل حاجة خلته يرجع تاني يفتكر الأحداث اللي حصلت له قبل كده في الفترة الأولانية من معاناته. شوف هنا بقى اللي قال الكلام ده مين اللي قال الكلام ده دكتور مانيت ذات نفسه قاله لمين تو مستر لوري هو was trying to awaken the doctor's mind اللي كان بيحاول طبعا يفوقه ويرجع له عقله about his problem من مشاكله. the doctor believed that such cases الدكتور كان طبعا بيؤمن بأن المشاكل دياتي relapse only occur when that friend remembers his old suffering بتحصل لما الشخص طبعا يفتكر المعاناة الأولى بتاعته. question number 7 بيقول لي but doesn't keeping the forge and tools make him think all the more about that awful past if they were gone wouldn't his fear go to comment اللي قال الكلام ده طبعا مستر لوري تو دكتور مانيت وايل هي واز discussing ذا كيس بينما كان هو طبعا بيناقش المشكله اوف هيز assumed فريند بتاع صديقه مستر لوري wanted تو نو مستر لوري كان عايز يعرف طبعا what happened اللي كان هيحصل تو ذا دكتور للدكتور اف زي destroyed his شو ميكينج تولز لو هم دمروا الادوات اللي هو بيستخدمها في صناعة طبعا ايه الأحذية as so to help him علشان طبعا يساعدوه not remember his days of suffering اللي هي أيامه المعاناة. question number 8 his heart is bleeding and we must be kind to him he is capable of gentle things good things even great things اللي قال الكلام ده طبعا لوسي said to her husband قالت الكلام ده طبعا لزوجها she was asking him كانت طبعا بتطلب منه to show more kindness ان هو يوضح اكثر او يبين اكثر من العطف to Mr. Carton لمين لكارتون reminding him ويفكره that he was weak ان هو كان ضعيف in his misery and they were strong ان هم كانوا اقوياء in their happiness together and في سعادتهم طبعا مع بعض in her name they let it be done Who says this to whom؟ مين اللي قال الكلام ده لمين؟ اللي قال الكلام ده طبعا مانيت تو مستر لوري. Who is meant to pie in her name؟ يقصد بيه طبعا بهير نيم يقصد طبعا لوسي the daughter of Mr. Lori's friend. What were they speaking about؟ كانوا بيتكلموا عن ايه؟ They were discussing what would happen.
كانوا بيناقشوا طبعا ايه اللي كان هيحصل if they took away the tools، لو هم خدوا طبعا الادوات of Mr. Lord's disturbed friend من طبعا صديق مستر لوري. What is meant by let it be done؟ ايه المقصود ب let it be done؟ let it be done means okay take away the tools، يعني طبعا بيقول اه طبعا خد الادوات for the sake of that friend daughter، لمصلحة بنت هذا الصديق. ده طبعا كل الكلام اللي كان موجود معانا على الشابتر 10. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. ثانك يو، جود باي.